كنأملوا من السلطات المحلية تنضرب على الاعتبار لذاك المظلات اللي كيحتلوا الملك العمومي في الشواطئ العمومية، ولينا كنجبروا مشاكل مع الإخوان. حنا ماشي ضد قطع الأرزاق ديال ذاك الفئة، ولكن كنطالبوا بالتقنين ديال العملية في اللحظة اللي كيقول له عندك 10 المنظولة كيجي هو يدي البلايص مني، وهذا الشيء كيسيء لنا كمغاربة وكيسيء في الداخل وفي الخارج. باش ماشي معقولة باش يحتلوا الملك العمومي في مرة وما يعطيوش المتنفس، بل بعض الأحيان كتوصل الوقحة لبعض الإخوان كيقولوا واش باغي تجلس حدا الموجة ب 50 درهم كأنه البحر ديالو. وكان أملو ونزيد كنلح على هذه المسائل، كاين مواطن كيعاني من غلاء الأسعار، كنتمناو على الأقل إلا مشى يرتاح شي شوية ما يحتاجش المصاريف إضافية خارج عن الطاقة ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.